الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم في أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. بدأنا الحديث مع أصدقائنا في الصين عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية. زيارة الأمير تأذن بانطلاق قطار التعاون الكويتي الصيني من بكين. تواصل تهديدات غلق هرمز والتزام أمريكي بضمان تدفق النفط. نحن الموقعين أدنى وهذا الطلب موجود معي عدد من الزملاء بطلب استعجال النظر في قانون التقاعد الجديد الذي ردته الحكومة. تحرك نيابي على خط مواجهة رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر. بعد التنسيق مع كل هذه الجهات نس اليوم حضرنا في هذا الاجتماع وأعلننا عن هذه التوزيعات. عجلة التخصيص تنطلق الخميس في مدينة جنوب صباح الأحمد. تشكيل لجنة تظلمات لنظر آخر تعيينات هيئة الرعاية السكنية. تم تخصيص يوم الثلاثاء من الساعة 9 إلى الساعة 1 الظهر لاستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين. وفي النشرة انتهاج سياسة الباب المفتوح حماية للمستهلكين. غداة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التي تؤطر لعلاقات راسخة مع الصين. أكد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن الكويت بدأت الحديث مع بكين عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية، موضحا اتخاذ خطوات عملية منها كمشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية. وفي كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين قبيل عودته إلى أرض الوطن، أضاف الأمير أن التعاون الثنائي بين البلدين ينطلق من اعتبار الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت، وهو الأمر الذي يمثل بعدا جوهريا وفق آليات التعاون معها. الكويت تحمي بموقع جغرافي استراتيجي يربط آسيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محابية لتجمعات بشرية كبرى، وقد كانت فيما مضى جزء مما يعرفه بطريق الحرير. وعلى المستوى الثنائي بدأنا الحديث مع أصدقائنا في الصين عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية، كما وبشرنا باتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن كمشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية، وذلك لثقتنا المطلقة بتوجهات القيادة الصينية حيال التعامل معنا والمصداقية التي لمسناها من خلال ذلك التعامل. وفي قراءة لمعدلات التبادل التجاري على المستوى الثنائي تؤكد الأرقام بأن الصين تحتل المركز الثاني لصادرات الكويت من النفط ومشتقاته. من جهة ثانية أكد أمير البلاد ضرورة الدفع بآليات التعاون بين الدول العربية والصين بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للجانبين، ودعا إلى العمل مع بكين لتجاوز الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نؤمن بأن الدفع بآليات ذلك التعاون سوف يسهم في تحقيق المصالح العليا لأمتنا العربية، ويسهم أيضا في خدمة مصالح
أصدقائنا ويعزز العلاقات التاريخية بين الجانبين، والتي نحرص على تطويرها ودعمها في كافة المجالات. وعقب عودته إلى البلاد، بعث الشيخ صباح الأحمد برقية شكر للرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة الذي حظي به أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق له خلال زيارته. كما أشاد الأمير بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة باللقاءات مع العديد من المسؤولين وما جرى خلالها من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك. ووجه الأمير الدعوة للرئيس الصيني للقيام بزيارة رسمية للكويت لتعزيز أواصر العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين. وقد توجت مؤسسة البترول الكويتية الاتفاقيات الموقعة مع الصين عبر توقيعها اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة مصافي شاندونغ البترولية المستقلة الخاصة الصينية لتسويق النفط الخام الكويتي وتوسيع نطاق الاستثمار في مجال الصناعة النفطية واللوجستية. أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني أهمية الاتفاقية قائلا إن محافظة شاندونغ الصينية تعد إحدى أهم بؤر الصناعة النفطية لاحتوائها على عدد كبير من المصافي، وهي سوق واعدة للنفط الكويتي. وعلى هامش أعمال منتدى التعاون العربي الصيني، التقى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع وزير خارجية اليمن خالد اليماني حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وناقش آخر التطورات على الساحة اليمنية. وقد جدد الخالد موقف الكويت الثابت ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب اليمن، مؤكدا أن الكويت وعبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي. في تعد جديد على حدود وأمن المملكة العربية السعودية، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه محافظة الشقيق بمنطقة عسير جنوب المملكة. وأوضح المالكي أن الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات. وعلى وقع تواصل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات نفط المنطقة في حال حظر استيراد النفط الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمحافظة على خطوط الملاحة البحرية وتدفق النفط إلى كافة أنحاء العالم، مشددا على أن هذا هو التزام الولايات المتحدة منذ عقود. وأضاف بومبيو في تصريح له أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني بل تستهدف إقناع النظام الإيراني بأن سلوكياته الشريرة غير مقبولة وسيترتب عليها كلفة باهظة. كذلك أعلن بومبيو أن واشنطن ستدرس طلبات بعض الدول بالعفاء من العقوبات التي ستفرضها في نوفمبر المقبل من أجل الحيلولة دون أن تصدر إيران النفط. وقد جدد برلمانيون إيرانيون اليوم دعمهم لتهديدات إغلاق مضيق هرمز. في جديد التحركات النيابية عقب رد الحكومة مشروع قانون التقاعد المبكر، أعلن النائب علي الدقباسي تقديمه وبعض النواب طلبا باستعجال النظر في مشروع القانون داعيا إلى إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل. وأبدأ الدقباسي تفاؤله بأن يحظى الطلب بالموافقة على اعتبار أن المشروع يقدم حلا تشريعيا لمشكلة البطالة على حد تأكيده. رسميا بطلب للسيد رئيس مجلس الأمة
نحن الموقعين أدناه وهذا الطلب موجود معي عدد من الزملاء بطلب استعجال النظر في قانون التقاعد الجديد الذي ردته الحكومة، وأنا عبر هذا المؤتمر الصحفي أناشد السادة أعضاء مجلس الأمة جميعا، وأنا على ثقة فيهم خاصة بأنهم في وقت سابق صوتوا معنا ب43 صوت واعتراض نائبين. نحترم كل التوجهات، لكن أنا أناشدهم حقيقة بدعم ومؤازرة هذا المشروع لإقراره، والطلب يتضمن موافقتهم على أن يكون إن شاء الله في أول جلسة في دور الإنعقاد المقبل. حكوميا، وعقب اجتماعها مع اللجنة الإسكانية البرلمانية، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري البدء في تخصيص بيوت مدينة جنوب صباح الأحمد اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك لأصحاب الطلبات المقدمة منذ عام 2005. كما أعلنت بوشهري التوزيعات السكنية للسنة المالية الجديدة والتي بلغت 12,000 وحدة سكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد. وأيضا نسقنا مع الوزارات المعنية ممثلة بوزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، وتم عقد اجتماع وزاري بحضوري وحضور معالي وزير الكهرباء ومعالي وزير الأشغال والقيادات في هذه الوزارات، بالإضافة إلى القيادات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لضمان توفير الخدمات اللازمة لمدينة جنوب صباح الأحمد من كهرباء وماء وصرف صحي وطرق. وبعد التنسيق مع كل هذه الجهات، نس اليوم حضرنا في هذا الاجتماع وأعلننا عن هذه التوزيعات، وإن شاء الله رح يتم الإعلان في الصحف يوم 12/7 الخميس عقب باكر عن التخصيص لمدينة جنوب صباح الأحمد، بحيث يتم بداية التخصيص يوم الأحد 15/7. هذا وناقشت اللجنة الإسكانية مع الوزير بوشهري موضوعات عدة، منها الخدمات العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية وآلية تجهيزها وتسليمها للجهات الحكومية المعنية. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بعدد التوزيعات الإسكانية السنوية. كما وعدنا الشعب الكويتي بأنه سيكون في توزيعات وبنفس العدد في كان في السنوات السابقة، يوزعه 12,000 وحدة سكنية إن شاء الله في جنوب صباح الأحمد. المحور الأخير وكان هو منطقة المطلع، حتى نتأكد أن أربع عقود اللي هي الضخمة اللي تم توقيعها في السابق الآن تمشي بيبي بحسب ما هو مخطط لها للوقت الزمني للتنفيذ. الاتفاق السياسي اللي كان بيننا من المجلس الماضي إلى اليوم، من عام 2013 إلى اليوم، خلال 5 سنوات على توزيعات سنوية لا تقل عن 12,000 وحدة سكنية أو ما يقارب 12,000 وحدة سكنية. اليوم تم إعلامنا بشكل رسمي عن توزيعات السنة المالية 2018-2019 بتوزيع 12,000 وحدة سكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد. في سياق مختلف، أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان قرارا بتشكيل لجنة تظلمات من إجراءات ونتيجة التعيينات التي شهدتها المؤسسة. وذكر الوقيان أن القرار يعتبر فاعلا من يوم أمس الأثنين، ويستهدف تعزيز أعلى درجات ومعايير الشفافية من خلال تمكين طالبي التعيين غير المقبولين من تقديم تظلماتهم على نتيجة التعيينات المرتبطة بالمسابقة التي نشرت المؤسسة إعلانها في ديسمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات انتهت بتعيين عدد من المتقدمين. بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قامت إدارة حماية المستهلك بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين والمقيمين والعمل على حلها، وذلك إيمانا منها بسياسة الباب المفتوح على أن يكون موعد الاستقبال في الفترة الصباحية من الساعة 9 وحتى 1 ظهرا. تم تخصيص يوم الثلاثاء من الساعة 9 إلى الساعة 1
الظهر لاستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين في حال تعثر عليه أن يكون بعض المراكز ما أدت المطلوب أو أن ما قاموا بالإجراءات المطلوبة الصحيحة. إحنا نكون بالمركز هنا جهزنا بالمكتب جهزنا هم تيم وجهزنا فريق من المفتشين ذو خبرة أن يهتمون في شكاوى المواطنين ويستقبلون شكاويهم. وهذه الخطوة جاءت من سياسة أن الباب المفتوح مع المواطن والمستهلك ونستقبل المواطنين ومستهلكين ونشوف شكاويهم عن قرب. موقع إلكتروني إن شاء الله راح يكون شغال يعني خلال أسابيع، يكون المستهلك يقدر يتواصل ويانا عن طريق الموقع أو عن طريق الخط الساخن اللي هو 135 والمراكز المنتشرة. وأغلب الشكاوي اللي تجينا هي الاسترجاع واستبدال، في يعني بعض تعرف في مواسم الحين شراء ملابس شراء منتجات، يعني اللي بيسافر الحين خصوصا يشترون ملابس، ونرجو دائما أن يكون المستهلك يحتفظ بالفاتورة. أتلفت فرق إدارة التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نحو 100 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مصنع للمواد الغذائية في محافظة الأحمدي، وحرر الفريق 4 محاضر لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفتح منشأة غذائية قبل الحصول على ترخيص من الهيئة ومخالفة حول النظافة العامة للمنشأة. استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المخترع عادل عبد المحسن الوصيص، وذلك بمناسبة حصوله على 4 براءات اختراع عالمية وحصوله على الميدالية الذهبية لاختراعه حزام الأمان ضمن المشاركة بالمعرض الدولي للاختراعات والإبداعات والتقنيات آيتكس الذي أقيم في ماليزيا. ونبقى ضمن فلك الإبداع، فقد أعلن مدير إدارة الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع عبد الله السويد عن رحلة لقضاء 5 أيام في معسكر ناسا للفضاء، وذلك 21 من طلبة المركز ضمن برامجه الصيفية لهذا العام. سفر مجموعة من الطلبة الموهوبين التابعين لمركز صباح الأحمد الموهوب والإبداع للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا لمحطة ناسا الفضائية، هو أحد برامج اللي تعتبر صيفية في مركز صباح الأحمد وينظمها سنويا لمجموعة من الطلبة الموهوبين. حقيقة فترة الرحلة تقريبا 2 أسبوع، تبدأ من 13/8 القادم إن شاء الله حتى 24/8، تتخلل الرحلة عدة ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة متاحف علمية، زيارة أماكن ترفيهية، إضافة إلى 5 أيام في معسكر الفضاء اللي راح يتلقى فيه طلبتنا أو مجموعة الطلبة الموهوبين التابعين لمركز صباح الأحمد مجموعة الخبرات الخاصة بالفضاء والممارسات اللي تتم بالفضاء، وبمعنى أنهم سوف يكونون رواد فضاء في هذا المركز لمدة 5 أيام. الهدف من السفرة هذه أن نزيد طموحاتنا ونعدد المجالات اللي احنا مبدعين فيها حق المستقبل. احنا مجموعة من الطلبة المتفوقين خذانا المركز منك علشان نشوف مخيم الفضاء، وهذا الشيء يقدر يدعم مسيرتنا الدراسية. احنا طلبة بين العمر 14-15، وهذه الفرصة بهالرحلة وايد مميزة وفريدة حقنا، راح نطلع حق خبرات وأشياء وايد مهمة حقنا بالمستقبل راح تفيدنا، اللي وايد ناس بعمرنا ما عندهم هالفرصة. أعتقد تجربة وايد زينة، وخصوصا أن بنروح حق سبيس كامب اللي تبع ناسا وبنتعلم عن علم أول مرة نتعلمه اللي هو علم الفضاء. برأيي أن هذه تجربة جميلة تسوي جو تعليم وترفيه بنفس الوقت، وهي توسع نطاق التفكير والإبداع في الطلبة. طبعا هذه الرحلة راح توفر لي أو تخليني ألم بمعلومات كثيرة عن الفضاء. الأخضر يظلل مؤشرات سوق المال، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير.
أهلا بكم. أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام بواقع 47 نقطة و17 نقطة ليبلغ مستوى 5179 نقطة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 194 مليون سهم بقيمة 32 مليون و800 ألف دينار كويتي. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 74 دولارا وعشرة سنتات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بتعطل إمدادات كندية حتى شهر سبتمبر المقبل مع قرب تطبيق عقوبات على إيران وتراجع الإنتاج في ليبيا. زايد كويتاوي كلاعب محلي، تفاصيل في صفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. احتفى نادي الطموح الرياضي الكويتي الخاص برياضات الإعاقة الذهنية بمرور 50 عاما على تأسيس الأولمبياد الخاصة. وقالت رئيس النادي رحاب بروسلي خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة إن الطموح يمثل دولة الكويت في الأولمبياد الخاصة بذوي الإعاقة الذهنية. وأوضحت بروسلي أن نادي الطموح سيقيم مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في مجمع لافنيوز وبرج الحمرة ومبنى أريدو للاتصالات تستهدف التوعية برياضة الإعاقة الذهنية. الاحتفالية إن شاء الله ستتزامن مع دول العالم عبر إضاءة المعالم الرئيسية والمميزة والمهمة بدولة الكويت كأبراج الكويت ومجمع الأفينيوز ومجمع وبرج الحمرة وبرج الوطنية للاتصالات باللون الأحمر مع شعار الأولمبياد الخاص. وفي نفس الوقت ستكون هناك فعاليات توعوية في هذه المجمعات للتوعية بأهمية رياضة الإعاقة الذهنية وذكرى مرور 50 عام على تأسيس هذه الرياضة المميزة للإعاقات الذهنية. احنا بصدد تنظيم بطولات بس في معوقات عندنا قليلة، مثل ما قلت لك احنا الحين نادي مؤقت، ما عندنا مقر، ما عندنا ملاعب. يعني تصور هذه القاعة اللي يتدربون فيها عيالنا، تخيل احنا نشيل الكراسي يجون يتدربون فيها حاليا. بس ما قصرت وزارة الشباب صراحة، خاطبناهم ووفروا لنا حاليا مركز شباب بالفيحة كان نستخدمه في حاليا حوض السباحة وبعض الملاعب اللي موجودة هناك. في صفقة من العيار الثقيل للموسم الرياضي الجديد على نادي الكويت عن توقيعه مع لاعب المنتخب الكويتي ونادي الجهراء فيصل زايد لمدة موسمين بنظام الإعارة. وقال نائب رئيس جهاز كرة القدم عادل عقلة أن اللاعب فيصل زايد سيكون لاعبا محليا وليس محترفا بعد موافقة إدارة نادي الجهراء على انتقاله لمدة موسمين. وتقدم عقلة بالشكر الجزيل للرئيس الفخري للنادي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولنائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم على إتمام الصفقة. احنا ترى نادي الكويت الحمد لله فضل الله تميزنا ان كل سنه نبدي ابشر سواء كان البطولات المحليه او البطولات الخارجيه، لكن الان يختلف وضعك. الان تمثل بلدك، انت ما تمثل ناديك، تمثل بلدك الكويت، والكويت تستحق وتستاهل منا ان نرفع علم بلدنا واسم بلدنا اللي هو مرفوع اصلا، ولكن بحسب مقدرتنا. ولهذا السبب احنا اعدادنا مبكر، محترفين كلهم متواجدين الآن. بكل أمانة طبعا يعني أشكر الله سبحانه وتعالى ثم الشكر لرئيس وأعضاء مسيرة نادي الكويت والرئيس الفخري، وخص بالشكر أخوي العزيز أبو محمد خالد الغانم، والشكر أيضا موصول مجلس إدارة نادي الجهرة على موافقتهم على انتقال فيصل زايد. اليوم بكل أمانة وقعنا رسمي مع اللاعب فيصل زايد وراح يكون إن شاء الله بإذن الله محلي لاعب محلي وإضافة لنادي الكويت فيصل من خيرة اللاعبين
في خاصة في الخليج في الوقت الحالي، وإن شاء الله بإذن الله وإحنا واثقين بعد الله سبحانه وتعالى إنه بيكون إضافة كبيرة. كم موسم وقعت فيه؟ إعارة موسمين. طيب. نعم. يعتبر محلي. نعم نعم محلي بفواز. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتعرف على حالة الطقس مع زميلة منى محمد، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. يسعد لي مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا بشكل عام مستقرة وشديدة الحرارة، سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 49 درجة مئوية على بعض المناطق. الهواء بشكل عام معتدل السرعة، ينشط على فترات في النهار، ومن المتوقع ترجع معنا الرياح النشطة يوم الجمعة تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. بالنسبة لأجواءنا الليلة أجواء حارة نسبيا، والهواء الشمالي غربي خفيف معتدل السرعة، ينشط على فترات تتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة، وتظهر بعض السحب العالية. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 35 درجة مئوية، في الجهرة 34 درجة مئوية، أيضا في شمال الكويت وجنوب الكويت في العبدلي الوفرة 34 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 31 درجة مئوية، في الشقاية والسالمي 30 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الفساد. أجواءنا البحرية أيضا مستمرة معانا باكر، وباكر أجواءنا شديدة الحرارة، الهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، ينشط على فترات تراوح سرعتها من 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت 47 درجة مئوية، في الجهرة 49 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي وجنوب الكويت في الوفرة 48 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 46 درجة مئوية، وأيضا في الشقاية والسالمي في غرب الكويت 46 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة. الطقس متوقع خلال الأربع أيام الجاية الأجواء شديدة الحرارة مستمرة معنا. باكر الأربعاء والخميس الأجواء راح تكون جدا حارة، العظمى تتراوح ما بين 48-49 درجة مئوية، والصغرى بين 35-36 درجة مئوية، واستمرار في الهواء الشمالي الغربي معتدل السرعة قد تصل سرعته إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثير للغبار على المناطق المكشوفة. تستمر معنا هذه الأجواء يوم الجمعة، وهناك بعض الغبار المثار على المناطق المكشوفة وأجواء شديدة الحرارة، العظمى 50 درجة مئوية والصغرى 36 درجة مئوية، واستمرار في الهواء الشمالي الغربي. تنشط الرياح يوم السبت وتكون حار، أجواء حارة جدا ومثيرة للغبار بشكل عام، العظمى 49 والصغرى 35 درجة مئوية، واستمرار في الهواء الشمالي الغربي اللي قد تصل سرعته إلى 55 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين شذي تنتهي نشرتنا الجوية، تابعونا لمعرفة مزيد التفاصيل حول الجو، والحين أترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.